السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدي أعملكم مخلل لفت، بدي أحط معه ملفوف. مين مننا ما بحب المخللات جنب بعض الأكلات المجدرة، الفلافل، في أكلات كتير بيلبق لها هذا المخلل، أنا كتير بحبه. فأنا رح أعمله على طريقة ستاتي التنتين الله يرحمهم، كانوا شاطرات عن جد بالمخلل كتير كتير. انا هلا اول شيء رح اعمله، ما لقيت طبعا اصغر من هيك، هذا اصغر شيء موجود هون، بدي اقشرهم وغسلهم. بدي اول شيء رح اقول لكم شو اللي لازم، بدي لفت، بدي شمندر احمر مشان اللون، عندي مطربان معقمته بحطه بالميكرويف بعقمه 5 دقائق، عندي ملح خشن ما بصير ملح ناعم ابدا، عندي شقفة ملفوفي ومي. هاي هي عياراته. ليش ملح خشن؟ لأن الملح الناعم فيه مادة اليود، ومادة اليود بتهرية المخلل، بتهرية ما بتخلي يحافظ عليه مدة طويلة، فلازم يكون ملح خشن ضروري يعني لهاي الوصفة. والمخللات بشكل عام أو أي مكبوسات تانية ما لازم ينحط لها ملح باليود. فأنا هلأ رح بلش أول شيء أقشرهم وأغسلهم ومنقطعهم سوا إن شاء الله، فرجيكم طريقتي. أول شيء رح أبدأ إني أقشرهم. ليش بدي أقشرهم؟ لأنه بيحوي كتير أتربي هذا، وهاي القشرة كتير طعمتها قاسي وتقيلة، يعني كتير قاسي وفيها هيك نكهة تقيلة كتير. أنا بشيلها ما شايفين هيك، بحاول أي شيء موجود يعني ما بيعجبني هذا بشيله كله، ما بخليه. قشرهم كلهم هيك بهذا الشكل، حتى الشمندر على طول بصوركم فيديوهات وقلكم هذا مخلل شغلي، فرح فرجيكم هاي الطريقة البسيطة السهلة كتير، ما بدها أي يعني ما فيها تعقيد أبدا. أنا كنت شوف ستاتي التنتين الله يرحمهم ويغفر لهم يا رب إن شاء الله، تعلمت منهم هذا الشغل، ودائما نطبق نفس الوصفة مثل ما شايفين هيك بالضبط. والملفوف الورقات الفواقني رح قيمون بترمون سلطة إن شاء الله، والقلب يعني القلب هو اللي بدي استخدمه للمخلل إن شاء الله، ما منكب شيء أبدا أبدا، كل شيء لازم نستفيد منه وما نخلي شيء منه إنه ينكب. يعني بهذا الشكل صارت جاهزة، كمل الباقي بهاي الطريقة وبرجع لكم فرجيكم كيف عم أقطعه. ما لازم يكون رقيق لانه رح يطلع منه مي، فانا بدي اياه بسماكي يكون، شوفوا كيف يعني بعرض الاصبع تقريبا، ابدا بعرض الاصبع. بتحبوا تعملوه بشكل هذا الزكزاك عندكم تقطعها، قطعوا فيه ما عندكم عادي، فيكم تقطعوه هيك بالسكين ما في اي مشكله. انا اصلا كنت اعمله هيك بس لما لقيت هاي اشتريتها صرت اعمله بهذا الشكل. ما لازم يكون رقاق، بس كان رقاق بيرتخى كتير ما بيعود له هاي النكهة الطيبة والقرشة. شوفوا كيف بالضبط هيك عرض الأصبع. بنكمل بنفس الطريقة إن شاء الله برجع لكم. هلا شوفوا كيف قطعتهم القطعة، إذا كانت عريضة كتير فيكم تعملوها بهذا الشكل الأصابع، وتقطعوا بالشكل اللي بدكم اياه، المهم ما يكونوا قطع رقاق، ما بدنا اياهم رقاق. هيك فيكم تعملوها اصابع يعني، اذا قطع كتير كبيره فيكم تصغروها. هلا رح اعمل اني رح اشرب اليوم ملح، ما شايفين الملح عندي خشن، رح اشرب بكميه منيحه من الملح. بس هلا بتركن هيك شوي تاني، بروح وبيجي وبقلبهم وان شاء الله بفرجيكم شو اللي رح يصير معي. مشان نحن بدنا ناخد نشيل منهم هاي المي اللي نكهتها كتير تقيلة وبيدبلوا شوي بالملح، فانا بحطهم بمطاربين بعد ما بيطلع منهم المي. يعني هلا انا رح خليهم من هلا لبكره ان شاء الله، مثل هلا بنرجع بنعملهم سوا،
باذن الله انا بقول لكم كم ساعه خليتهم وفرجيكم انه شو اللي رح يطلع منهم. وهلا حبيت فرجيكم كيف عم قص الملفوفي. الملفوفي قصيتها حزوز وبتقيم عنا الطبقه الفوقانيه مشان خلي بس القلب، بدي يعني القلب يضل والباقي رح نكرمه ان شاء الله سلطة. رح بعمله مجدرة وفي جنبها بعمل سلطة بالملفوف ان شاء الله، بحط لكم الرابط بصندوق الوصف. هلأ نفس الطريقة رح تسليهم بس تفلح وبتركن مع الفتايات ان شاء الله بنشتغلهم سوا. هلا حبيت فرجيكم اياهم ثاني يوم. شوفوا هاي المي اللي بتطلع منهم، هاي اللي بتعطي الريحه البشعه وقت تفتح مفرطان، بتصير الريحه كثير قويه والنكهه قاسي. والملفوف طلع منه نسبه بسيطه مي ما كثير. هلا رح اغسلهم، لازم اغسلهم منيح بالمي، مي نظيفه، واجي بعبيهم قدامكم. هلا انا هون غسلت الشوندر مثل ما شايفين لازم، وعندي هون لتر مي. هذا اللتر هلا رح شوف، يعني رح فرجيكم ايش قد بدي احط بقلبه ملح. لتر انا ما بدي اياكم مالح صبر ما يتاكل، رح احط اول معلقه والثاني وبس يدوب بدوقه، اذا كان ملح وراكز ان شاء الله تابع بنفس الطريقه. هلا اول شغله رح اعملها انا هدول الشوندر، بقيم من عليه مع اني انا ليفته نظامي، بس انا بدي اقيم من عليه هاي القشره. في ناس بتسلقه وبتحطه طيب كتير، بيطلع طيب بقلب المخلال، بس انا وبتحطه من المي. هاي المي اذا كترته من هذا الشوندر ومن ميته بتصير المي تقيلي. كيف يعني تقيلي؟ يعني رهلي هيك، ما نظريفي، مو مرقة هيك مي، لا بتصير مرقة هيك كأنكم حاطين لجيلي أو شيء حتى صايرة كثيفة. فأنا ما بدي إياها تصير هيك لأنه بكون المخلل انضرب، ما بقى يزبط. هلا بحط بسفل المطربان، بقطع هيك القطع، شوفوا كيف بسفل المطربان بوزع وحدة. طريقة كتير بسيطة، ما بدها أي عذاب ولا تكلفة، كل شيء موجود. ورح أقول لكم على شغلة، المخلل بس جهز، يعني بدكم تفتحوا المطربان الأفضل إنكم ما تخلوا برا البراد، الأفضل إنكم تحطوه بقلب البراد. هلا بصير حط قطع لفت فوق الشوندر، شايفين بلش يصبغ اصلا على ايدي، يعني صبغ لقطع بعد القطع، شوفوا كيف صار يصبغ ما شاء الله. الشوندر كتير هون ظريف ولونه حلو، بس انواع اللفت ما بتشبه تقريبا اللي عنا بيجي ابيض، هذا بيجي هيك عصفار. فانا هلا كل طبقه بحط شويه شوندر. بفرجيكم كل المراحل، ما بكتر مثل ما قلتلكم. الشوندر هو عبارة عن لون، أنا ما بدي يصير يعطي كثافة ورهالة للمي، تصير المي هيك عندي. هلا رح حط قطع الملفوف، يعني الملفوف هو أطيب شيء بالموضوع، كثير أنا بحب الملفوف بقلب بين اللفت، كثير طيب. صون قد ما فيني، رح احط كمان قطعتين او قطعة شوندر، ورح نزل فوقهم قطع لفت، شايفين كيف صار بهذا الشكل.
المخلل وقت بدهم طالعوا انتبهوا ليكو عم بشتغل انا بكفوف مع انه مانو لحمي. انا هذا بالتحديد كثير بحب اشتغل بكفوف لانه بحس سبحان الله اذا حدا مد ايده على قلب المطار مين يطالع مخلل بيخرب المخلل. انا ما بطالع المخلل غير بالشوكي او بالمعلقه او باي شيء، المهم اني ما طالعوا بايدي بياخد ما بعرف بحسه بياخد بكتيريا من الايد ما بعرف. وانا بس هيك يعني هذا الشيء شايفته، هو كل الناس ملاحظه هذا الامر ما بعرف، بس بلاحظ اذا حدا مد ايده على المطربان بياخد طبقه عفوني كبيره وبصير شوي طعمته بشعه، فما بحط طالع بالايد. انتبهوا لهالشغله اذا فعلا صارت معكم معناها بسبب انه بتمدوا ايدكم على المطربان. بعبي على قد ما بقدر المطربان، شايفين كيف قد ما بقدر بعبي كثير. طيب مخلل لفت، المخللات سبحان الله الشتوية هي محبوبة ومنظرة حلو على السفرة. والشوندر كمان رح فرجيكم منه وصفات بتصير، ما ضروري يعني بس نصبوا منه أو نسلقوا ناكله بصير معنا وصفات كثيرة. هيك المطربان عندي صار تمام. هلا انا هون اللتر المي حطيت له معلقتين الملح ما دابوا دقتهم ظريف، انا ما بدي يكون قلت لكم مالح كثير. رح بلش هلا انزل عليه المي، شوفوا كيف بلش يتلون راسا، ولا خل ولا حافظات ولا اي شيء ابدا ابدا ابدا. هذا المطربان اكد معي اقل من لتر، ومثل ما قلت لكم حطيت معلقتين الملح ما دابوا على الاخر، لقيت ملحهم راكز اكتفيت فيه هيك. ملح خشن مثل ما نبهتكم، قلت لكم ملح خشن، ها بس عملتوه بملح ناعم بدوب بدوب معكم عن جد بدوب نهائيا، يعني بيخرب اي مخللات اي مكبوسات زيتون اي شيء بتكبسوه بتحطوا له ملح باليود بيخرب، فلازم يكون ملح خشن. هلا ان شاء الله انا وقت اللي بفتح المطابين وبضب هدول بكونوا حاطينهم هني على وجه المطربين، بيجي انا بضبها ما بكبها وبرجع بحطها على تم المطربان مشان وقت سكر تضغط على المخلل. وهلا مثل ما شايفين سكرته حطيت هاي ضغطت عليه، هلا بسكره وخلاص ضبه ان شاء الله بس يصير معي جاهز تماما. هلا بسكره مزبوط مشان بستخدم الايدتين، ان شاء الله بفرجيكم اياه بالمرحله الجاي وقت اللي بيحمر وبيحمض وبصير جاهز للاكل. وانا بس شقلبت المطربان هيك قلبته راسا على عقب فرجعت الالوان اختلطت ببعضها وصار كله لون واحد. ان شاء الله بالمرحله الجاي بفرجيكم اياه وقت بيجهز ان شاء الله. وهيك نتيجة وصفتنا للمخلل الملفوف. هلأ هون كان بودي طالع من الملفوف مشان فرجيكم اياه لان كتير كتير طيب مخلل الملفوف مع اللفت هيك بيطلع. هلأ رح فرجيكم القرشة رائعة. انا باكل هذا الصحن كله لحالي. صح الشمندر شوفوا كتير كتير ظريف، حتى ميته بتنشرب معكم لانه مانو مالح، مانو مالح بشكل بشع، ملوحته كتير راكزة، حامض حموضة كتير طيبة. اكيد سمعين القرشة كتير كتير طيب. هاي الطريقة انجح طريقة للملفوف عن جد، ما لقيت طريقة تانية احس بنتيجة تعجبني مثل هاي الطريقة. جربوها ان شاء الله تعجبكم. بودي اني طالع بس كتير رح يكون الموضوع، انا غلطت اني ما حطيت الملفوف شوي لفوق، كنت طالعت فورا فرجيكم، رح اجرب شوف اذا بقدر طالع مشان فرجيكم اياه.
ان شاء الله رح تجربوه ويعجبكم. وهيك كانت نتيجة ملفوفاتنا، حبيت اعملكم اياهم مع فلافل، وكتير بيلبقوا مع كتير اكلات، مجدرة مع السلق، مع في اكلات شتاوية كتير ظريفة بيتاكل جنب هذا المخلل، وهذا بالتحديد كتير بيحطوا البياعين فلافل ونحن عم نعمل سندويش، ومنظره بيكون ملفت وكتير بيفتح لنا الشهية. وطالعت من الملفوف عشان فرجيكم اياه، هلا بفرجيكم اياه على الدواء. فرجيكم الملفوف، ملفوف رهيب رهيب يا جماعة، جربوه بطريقتي ويا رب ان شاء الله ننال الدعاء. عاد وصفاتي ما بتعرفوها لجربوها، ان شاء الله بتجربوها وتنال اعجابكم، ونال الدعاء نحن والاهل بالرحمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.